وبالرغم من كده انا عمري ما حسيت ان في فرق في التعامل ما بين فكره الولد والبنت، لا انت عشان بنت مش هتعملي كده، لا انت عشان، يعني كنا اللي بيعمل صح بنقوله شكرا واللي بيعمل غلط بيتعاقب. بنت ولد وعمره ما حسسني ان انا مواطنه درجه تانية يعني، كان بديني ثقه جدا في نفسي. اول ما اشتغلت مساعده فاحنا بنشتغل بالعشرين ساعه، فممكن انزل الساعه 6 بعد الظهر ارجع الساعه 4 5 الصبح، او انزل الساعه 10 الصبح ارجع الساعه 2 بالليل، وكنت لسه ما بسوقش عشان عندي 16 17 سنه، فكان ممكن حد من اللوكيشن هو اللي يروحني عشان بنت صغيره، فتعالي هناخدك معانا في سكتنا، فممكن النهارده مساعد المخرج يروحني، ممكن بكره مساعد المصور، ممكن النهارده مدير الانتاج يعني. فانا بالنسبه للشارع بنزل كل يوم وبرجع براجل شكل مروحني. فابتديت احس بنظرات مش مريحاني خالص يعني، ابتديت احس نظره الناس الشارع مش يعني في حاجه مش حلوه، فاتضايقت. فروحت طالعه لبابا قلت له انا شكلي مش هكمل في الشغلانه دي خالص، فقلت له يا بابا ده كذا كذا، قال لي طيب تمام، انت اللي في الشارع دول يهموكي في ايه؟ قلت له، قال لي يعني اذا كان مثلا البواب او المكوجي او البقال او كده هم يهموكي يعني ايه المهم؟ فقلت له هم مهمين يعني في الافلام وكده بيقولوا انهم مهمين قوي. قال لي ما انت كان ممكن تبقي بتشتغلي دكتوره برضه هتبقي بترجعي متاخر، وبرضه كان ممكن يبقى زميل ليكي بيروحك. قال لي يبقى طز في اي حد، يبقى انت ما يهمكيش حاجه، انت كملي شغلك، انت بتعملي حاجه انت بتحبيها، فهل انت وبرضه هيبصوا لك وبرضه ممكن يبصوا لك بصه، ممكن تشتغلي مهندسه، ممكن تشتغلي اي شغلانه لو انت فكرتي كده، يبقى خلاص اقعدي في البيت بقى ما تنزليش. فقال لي انت اللي هيبص لك بصه وحشه حطي صوابعك في عينيه ولا يهمك، مش انت عارفه انت بتعملي ايه وراجعه منين؟ قلت له قال لي خلاص يبقى ما يهمكيش. وجبتي عربيه وسقتي على طول؟ امتى؟ على طول اول ما تميت 18 سنه. على طول؟ على طول اول ما تم يعني قبليها كنت اتعلمت السواقه ورحت جايبه عربيه 127 كان عندي 18 سنه وخلاص بقى، وانقذتي نفسك والحمد لله، وبقيت انا اللي بوصلهم. طب كويس قوي. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.